احتفلت وزارة التنمية الدولية البريطانية والبنك الدولي ووزارة الاقتصاد الوطني بإنجاز 4 سنوات من مشروع تطوير أسواق جديدة، ليتوج المشروع بتطوير 129 منتجا فلسطينيا جديدا وتعديل 136 منتجا آخر. نحن نسعى وبكل طاقاتنا للوصول إلى مرحلة نتمكن فيها من التعامل مع احتياجات السلطة الوطنية الفلسطينية ودولة فلسطين القادمة إن شاء الله من خلال مواردنا الذاتية، مستفيدين بكل تأكيد مما سيصاحب الجهد الذي لابد وأن يبذل لإنهاء الاحتلال، من إنهاء لنظام التحكم والسيطرة التعسفي المتصل بهذا الاحتلال. المنتج وشركات الفلسطينية تتمكنوا أن تتنافسوا في أي أنحاء العالم، في كل أنحاء العالم، وأنه مستوى التعليم والتربية في فلسطين على أعلى المستويات، وإذا ما كان فيه عراقيل وحواجز وصعوبات اصطناعية أنه الاقتصاد الفلسطيني سيفوز. هذا المشروع الذي مول من قبل وزارة التنمية البريطانية والبنك الدولي بقيمة 11 مليون دولار، نفذ من قبل وزارة الاقتصاد الوطني وشركة البدائل التطويرية، واستهدف الشركات والمصانع الفلسطينية من أجل تطوير وتصدير منتجاتها. ساعد بزيادة مبيعات الشركات اللي تم الشغل معهم بحوالي 118 مليون دولار خلال 4 سنوات، بالإضافة إلى 20 أو من ضمنهم 20 مليون دولار بتصديرية، مبيعات تصديرية. استفدنا منه في أنه تطوير منتجات جديدة، منتجات يعني راح تكون مفاجأة للأسواق الفلسطينية، بتخدم قطاعات كثيرة، بالإضافة إلى إعداد تصاميم جديدة وجذابة للمنتجات، سواء كانت منتجات مبردة أو منتجات معلبة. يذكر أن المشروع استفاد منه 603 شركات، منها 403 في القطاع و200 في الضفة. نزار حبش من مدينة رام الله، تلفزيون وطن.